السلام عليكم. أسهل نبات عطري يمكنكم غرسه إضافة إلى نبات النعناع في المنزل هو نبات إكليل الجبل الرائع أو الروزماري. نبات جميل له أزهار رائعة، نبات معمر يصل ارتفاعه إلى ما يفوق المتر، نبات يعيش في جميع التراب وخصوصا التربة الطينية الثقيلة، نبات يتحمل طبعا الآفات، مقاوم للآفات، نادرا ما تحصل له آفات حشرية وأمراض. هذا النبات الرائع مفيد في كل بيت لأنه نبات عطري، طبعا عطري أزهاره عطرية وأوراقه عطرية، أيضا يستعمل في العلاج وأيضا في كنكهة للأطعمة أو في الطهي. هذا الإكليل الرائع نبات جميل ما شاء الله، رائع غرسه في كل بيت، يعطي أزهار كما قلت بنفسجية. انظروا إلى أزهاره الجميلة، يزهر في الربيع وأحيانا في الصيف وحتى في الخريف. انظروا هو مزهر الآن في شهر ديسمبر ما شاء الله، سهل العناية، طبعا لا يحتاج إلى عناية كثيرة كما قلت، هو سهل جدا، هو من العائلة الشفوية، عائلة النعناع والحبق أو الريحان والميرامية هذه، ومعظم النباتات العطرية تنتمي لهذه العائلة الرائعة، عائلة الشفوية. هذا النبات فقط نوعا ما لا يتحمل الصقيع أو البرد الشديد، ممكن أن تحترق أوراقه مثل هذه، لذلك الأفضل نضعه في مكان على جانب محمي نوعا ما من صقيع الشتاء البارد. يحب الشمس هذا النبات، يحب الشمس لأنه نبات مزهر يعطي أزهار، هذه الأزهار الرائعة. نستعمل هذه النهايات المزهرة نقطعها ونستعملها في التداوي، أيضا تستعمل الأوراق في الطهي وأيضا في التداوي، أيضا خصوصا التداوي أو العلاج الخارجي كمثلا في علاج الشعر، طبعا كغسول الشعر أيضا. هذا النبات الرائع ونبات طبي كما قلت ونبات زينة أيضا. هذا الإكليل الرائع، إكليل الجبل، نبات الرائع الجميل. بالنسبة لي الري، هذا النبات نقوم بريه في الصيف أحيانا لما يكون الجو حار جدا، نقوم بريه مرتين في اليوم صباحا ومساء، ويمكن أيضا ريه كما قلت خلال العام مرة في أو مرتين في الأسبوع. نبات يحتاج طبعا إلى نوع ما من إلى الري لأنه نبات يكبر بشكل كبير، شجيري ما شاء الله، خصوصا إذا غرس في الأرض يشغل مساحات كبيرة في الأرض. أحيانا يستعمل في الحدائق على حواف الحدائق كسياج من نباتات الإكليل الرائع، يغرس في الحواف كما قلت الحدائق. هذا النبات الجميل نقوم بتقليمه في فصل، طبعا نقوم بتقليمه أحيانا إذا أصبح كبير نقوم بتقليمه لننشط نموه من جديد. نبات الإكليل الرائع الجميل. أيضا بالنسبة كما قلت التسميد، يفضل تسميده بالسماد العضوي للنبات الطبي، يستعمل لي طبعا العلاج وفي النكهة أو في الطهي، لذلك نقوم بتسميده بالكمبوست النباتي والحيواني، يضاف إلى التربة أحسن من التسميد بالأنبيكي الكيماوي. الإكثار سهل جدا أيضا، هو طبعا أن يقوم بإكثاره إما بالبذور، ونادرا ما نستعمل البذور، ونقوم بإكثاره عادة بالعقل الساقية طرفية، نأخذ هذه الأجزاء نقوم بقطعها وتوضع في التربة خصوصا في فصل الربيع، سهل جدا إكثاره في فصل الربيع.
وأحيانا نقوم بإكثاره في الصيف، ويفضل أن نستعمل جل ألوفيرا لتشجيع التجدير بسهولة. هكذا يكون إكثاره سهل جدا. أو في الربيع في الفصل المعتدل نضعه بكل بساطة، نأخذ كما قلت عقل طرفية هكذا ونضعها في التربة. هذا إكثار قمت به في الصيف باستعمال الجل، جل الألوفيرا، لأنه كان في فصل صيف. وضعته في الظل في مكان ظل طبعا. انظروا نجحت هذه العقلة ما شاء الله، عقلة ناجحة. وضعتها في كيس لأن الإكليل ينمو بشكل كبير هكذا. هذا هو إكثار سهل جدا، ويمكن إكثاره أيضا في أواني مثل هذه. هنا استعملت المسحوق القرفة مع العسل. هذه كل الأواني، هذه كل النباتات الإكليل هذه قمت بإكثارها في العام الماضي باستعمال، كانت عقل استعملت لها مسحوق القرفة والعسل لأني قمت بإكثارها في الفصل الخريف. أما إذا كان الإكثار في الربيع فممكن يمكن أن لا نستعمل أي شيء، لأنه فصل معتدل وهو الفصل المناسب للإكثار. نقوم فقط بوضع العقل مباشرة في التربة والتنمو بسهولة. هذا هو إكثار إكليل الجبل الرائع. كما قلت نبات سهل جدا، سهل البناية وسهل الإكثار، وأفضل وقت لإكثاره هو فصل الربيع. أما إذا قمنا بإكثاره في الصيف أو في الخريف فيمكن إضافة جل ألوفيرا أو استعمال مثلا مسحوق القرفة والعسل. هكذا يكون إكثار. هذا هو إكليل الجبل، سهل جدا، من أحسن النباتات العطرية التي يمكنكم غرسها في بيوتكم. ويمكن أن نأخذ منه قطع أجزاء مزهرة ونضعها في الماء، نضعها في المطبخ، لأنها من النباتات التي تعطي السعادة، ومن طبعا من النباتات المفيدة للذاكرة إذا استعملناها كمنقوح كما قلت في العلاج. نبات رائع. هذا هو أكل الجبل الرائع. أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.